هذه قصيدة أنا متأكد أن الكثير منكم يكتب الشعر، وهذه القصيدة تتحدث عن الشاعر فأهديها لكم جميعا. القصيدة طويلة، سأكتفي بأبيات منها، وهي أيضا مثبتة في ديواني قريب من البحر بعيد عن الزرقة. دعاية يعني؟ ايه عليها هذه. الشاعر: كالوقت جاء يدور حول أناه، كالوقت جاء يدور حول أناه، ويتيه في صحراء لا جدواه. كالوقت جاء يدور حول أناه، ويتيه في صحراء لا جدواه، رأس ينوس كشعلة أبدية تعبت بحمل ظلالها كتفاه، يشكو وكل الأبجدية وحدة لقياس عمق الجرح في شكواه. سبق الكلام إلى الكلام كأنما من قبله لم تخلق الأفواه، سبق الكلام إلى الكلام كأنما من قبله لم تخلق الأفواه، يحنو على ظبي الفصاحة كلما علقت قرون الظبي في فصحاه، متخفف كالحقل بعد حصاده، متخفف كالحقل بعد حصاده، يكفيه من قمح الحياة سناه، متوغل في جحر كل حقيقة حتى يعر الجحر من أفعاه، متتوج بالفوضوية صانع من نفسه ملكا على فوضاه. كالوقت جاء، كالوقت جاء، وحين قدم نفسه للأرض فاضت خضرة ومياه، فرد من البشر المعطل إنما من فك يعمل في يديه الله. ما الشعر إلا الفيض، فيض ألوهة في فكرة، فإذا الكلام إله. والكون لعبة شاعر متورط بالخلق منذ تألهت كفاه، لم يلتفت للأولين كأنه بدء وثم تلا وراء وراه، في كل قافية تجد بداية للخلق تجمع أمه وأباه. ما شع مصباح القصيدة في المدى إلا وصادف آدم حواه. في كل قافية، عدها والله هذه جميلة، في كل قافية تجد بداية للخل تجمع أمه وأباه. ما شع مصباح القصيدة في المدى إلا وصادف آدم حواه. حلم كحلم الأنبياء محصن ضد الهباء، فمن رآه رآه، لم يختبئ في الصوت، خبأ نفسه ما بين نبرة صوته وصداه. نسف الوصايا حيث كل وصية جبل يسد بوجهه ممشاه، رهط من الأسلاف، رهط من الأسلاف في وجدانه يتقاتلون على احتلال سماه. حتى إذا هوت الرؤوس جميعها لم يبق إلا رأسه مولاه، حتى إذا هوت الرؤوس جميعها لم يبق إلا
رأسه مولاه سحبته روح الفرد من أسلافه مثل انسحاب السيف من قتلاه واجتاز فخ الانتماء كطائر حر يرى كل الفضاء فضاه كالوقت جاء وكلما ركل المدى تتدحرج الأزمان بين خطاه أفضى إلى الدنيا ولم يكبر بها لكنما كبرت به دنياه أبدا يؤول نفسه متجردا منها فيوشك أن يكون سواه ما الآن بالفرح المرير ما الآن بالفرح المرير كأنه عيد ولكن جف من حلواه يلقى المصائر بالسجائر حاملا درع الدخان أمام سهم قضاه أوحى إليه الشعر في صبواته أوحى إليه الشعر في صبواته أن الحياة جديرة بهواه فمضى إلى طوق الحمامة طازجا كالحلم يسبح في رقيق نداه كلماته التصقت به فتمثل ذكر اليمام مغازلا أنثاه وحنى على الكلمات وحنى على الكلمات يدهن جلدها بالشوق حتى تكتسي بصفاه وبنى بأحرفه لكل جميلة بيت القصيد فضمها شطراه ما مل من لحم الحياة ما مل من لحم الحياة فحيثما ألفاه شب غرامه وشواه أحلى العصاة فكلما هدمته معصية أعادت بالجمال بناه متلألئ بضلاله في رحلة بين الجدائل معتم بهداه يلقي على الدنيا رداء غرامه مقدار ما هو يرتدي ليلاه من سل من شجر العناق بموعد حتى تدلى في يديه جناه أغرت به شفة تدلك أختها وأثاره نهد يجس أخاه الصدق كل الصدق في شهواته والزيف كل الزيف في تقواه والمستحيل من الأنوثة أن يرى أنثى تواعده ولا تنساه كل الجميلات احتطبن ضلوعه بالأمس ثم تركنه لشتاه ما العشق قيل له فقال طريقة كي نصطفي من موتنا أشهاه